سؤال: كم من الوقت استغرقه المسيح لما نزل الجحيم عشان ياخد أنفس الأبرار؟ هل يوم ولا كم يوم؟ لا، أنت تقول هل ثانية ولا أقل من ثانية؟ ليه بقى؟ الواحد حتى الإنسان لما بيخرج برا الجسد بيبقى برا الزمن، ما فيش بقى يوم واثنين وثلاثة. فالمسيح في نو تايم، يعني من غير الوقت، كان هجم على الجحيم وحرر النفوس وادها الفردوس وفرحهم بالفردوس. بقى قعد رجع للأرض روحه، يعني رجع الجسد كان موجود اوريدي في القبر، فروحه دي اللي طلعت الجحيم وودت الناس، أخذت الناس من الجحيم للفردوس، قعد معاهم بقى الفترة دي ورجع عشان يقوم بعد 3 أيام ويظهر قوته واقتداره ونصرته على الموت.